ورجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا فيكم بمطبخ رؤيا في صابة خفيفة الدم والنخشير. انضمت لنا من جديد. أهلا وسهلا فيك. مو كتير مو كتير حلوة شوية مو كتير دمها خفيفة كتير حبيبة قلبي. اليوم في قرار تعملنا فكرة حلوة لطيفة وبرضه هلا في عندي تعليق برضه انت عم تعمليها رح نحكي فيه اكثر وهي النابكن رينجز الاشياء اللي احنا بنحطها بالنابكن لتعطي شكل جمالي على الطاوله. كيف رح تكون الخطوات؟ لا اول شيء بدي اصبح عليكم وانا كثير بحب لما تكوني انت معنا بالفقره وعم بحكي لغاده انه عم بضارب علي بقد ايه حلو البرزنتيشن تبع عجبك فظيعه فظيعه اليوم كثير حبيبه قلبي الله يسعدك. اليوم رح نعمل نابكن رينجز. هدول هن النابكن رينجز اللي رح نعملهن كتير سهلين وشكلهم كتير حلو كتير حلو فعلا. هلا بنفعوا كمان لأعراس هذا كنت احكي لك اياه بالضبط. فانتوا شوفوا لوين بدكم وللسفره اعملوا لكم هيك 12 وحده وحطوهم وحطوا النابكن يا الورقيه يا القماش اللي بتقدروا كمان تجيبوها من السوق بتقدروا تحطوهم فيهم بهاي الطريقه فبيطلع شكلهم كتير حلو وعلى السفرة بيطلعوا كتير حلوين. تعرفي في أوقات ناس بيكون في عندهم ميزانية معينة للعرس ما بيكونوا حاطين هاي الأشياء الصغيرة اللي ممكن تكون مكلفة ببعض الأماكن بالحسبة فبمجرد أنهم هم يعملوا رح يصير شكل طاولة لسه أحلى كتير بالعرس أو بالحفلة. أيوة. بالضبط وبرضه رح يكون مش إشي مكلف وحتى على السفرة عندكم بيطلع شكلها كتير حلو. أنا دائما بتفنن كل عزومة عندي بغير النابكن رينجز فمرات ورد مرات فواكه بلزق شكل فواكه على النابكن رينج كل مرة شكل فتفننوا كمان لأنه كتير تكلفتهم بسيطة وبتقدروا مثلا تقبعوا هاي وترجعوا تحطوا إشي عليها صحيح كثير ممتاز. بس رح نحكي عن المواد اللي كثير بسيطة. المواد هاي قاعدة الكرتون اللي بيجي عليها المحارم تبعون المطبخ اوكي فرح نقص منها ونستعملها هي القاعدة للنابكن رينج لأنه هي على شكل رينج اوكي. فهلا رح نقصها ضبطوها بالحجم اللي بدكم اياه يعني ما تعملوها كتير رفيعه ولا كتير خميله ولازم تتاكد انه كلياتهم نفس الحجم عشان أيوة. يكون في بالضبط. بحس عندك هيك ارتستيك تاتش قولي لي ايش بتعملي؟ انا عندي لوحات يعني جد؟ بلون برسم حسيت من حكيك حسيت بس مش شيء بروفيشنال يعني اشياء يعني بنقدر مش شيء بروفيشنال او مش بروفيشنال من ناحيه انه انا بروح للابستراكت اكثر اللي هو الفن التجريدي والمودرن والمودرن ارت اوكي حلو حبيت شايفه من طريقه دي حكيك افرتك والله لا بعد يعني لا حلو الفن بكل اشكاله حلو وبتعرفي بلاقيه برضه نوع من انواع في اشخاص بيروحوا للرياضه بيقيموا الستريس تبع اليوم في اشخاص بس بدهم يعبروا عن مشاعرهم بيتوجهوا لنوع نوع من انواع السبورت مثلا ولكن انا بلاقي الفن لما افكر مثلا بدي امسك لوحه او الالوان تبعوني واقعد الون لازم يكون في عندي مشاعر كثير كثيره يعني يا اما كثير مبسوطه يا اما كثير زعلانه او بتطلعي هذا الشيء باللوحات 100% برافو برافو حلو اذا لازم اشوفهم زي ما مثلا غاده بتطبخ عشان تطلع الاشياء الحلوه اللي عندها ف غاده اليوم مبدعه كثير حبيت البرزنتيشن حبيبه قلبي انت كل مره وطبعاً غاده رح نرجع بعد ما نخلص مع فيلا نشوف كيف عم تعملنا السموذي في كمان واو رهيب عم تعملنا اياه سموذي بالفراوله والايس كريم برافو فغاده لو تستني شوي عشان انا بس بقطع ال بقطع الفراوله مش بقطع بشيل الاخضر بس عشان هياخد وقت اوكي ماشي هلا احنا جايبين هون شبر خيش وراح الفه على الرينج دائما جيبوه يكون مش كتير خميل عشان ما يغلبكم بس الخيش هلا عم بيكون كتير موضه كمان الرينج هو من الورق بتاع من ورق القاعده الكرتون تبع الفاين تبع المحارم تبع المطبخ فاحنا عم بندخل وبنطلع الشبر عشان يغطي الكرتون كتير حلوه الفكره وسهله كتير والتريك عم تستخدمها في انه هي عم تحط السيليكون جوا الرينج مش برا عشان ما يخرب عشان ما يخرب بالضبط هلا
هلا بتقدروا تستعملوا كمان علقات ال دائما بنحكيها احنا علقات البرادي تبعون الحمام، هدول الرينجز برضه بنقدر نستعملهم. اي شيء على شكل رينج استعملوه، بس هاي اسهل طريقه وارخص طريقه تعملوا فيها النابكن رينج. ولما تحطوا الشبر وهيك بتصير اسمك الكرتونة وبتقدروا تكون يعني تمسك حالهم. وبتعرفي لما نحكي عن النابكن رينج نفسها ما رح يصير لها شيء، يعني لو انحطت على الطاولة ما رح تتوسخ لأن هي سمتي بتكون على النابكن. أيوة بالضبط. فمش لازم ناكل هم إنه هي تكون عليها شيء يحميها إنها تتوسخ. Exactly. أنا قصرت معي، بدي برضو لأنه الشغل من جوا فما بفرق معي، بحط قد ما بدي شبر. اوكي هي التفاصيل الصغيره اوقات هي بتخلي اشياء ممكن الناس يشوفوها كثير سمبل ولكن بنفس الوقت تعطي منظر جمالي كثير حلو. مزبوط. يعني هي مش من الاساسيات انها تنحط على الطاوله التيبل رينج او النابكن رينج، ولكن بتعطي هيك فخامه، ممكن تبين تكتكه ست البيت اكثر، عرفتي؟ يعني اشياء تفاصيل صغيره. وهلا صار الكل يحب يزين، وصار في زي ايش بدي اقول لك تنافس، مش بس قد ايه اكلك زاكي وقد ايه انت سفرتك حلوه. طبعا صح. طبعا يعني في ناس كثير حرام اكلهم زاكي بس طريقه التقديم مثلا ما بتكون كثير او فبنظلم، بتنظلم ست البيت او اللي عم بطبخ بهذا الموضوع. صح. اوكي هلا هيك شوفي قد ايه طلعت مرتبه عندي ومش مبينه انها كرتونه المحارم المطبخ، ف شكلها بيطلع حلو. وهون تقدروا تلزقوا اللي بدكم اياه، يعني حتى في اكسسوارات بالسوق، ستراس، حجار، اللي بدكم اياه، حتى خشب على شكل ورد نقدر نحطه هون بالنص. هلا انا مستعمله هذا الورد، الورد الاصطناعي، رح احط هذا الورد والبياض هذا اللي هيك شكله زي الحبوب، رح تحط تنين على الجهتين ووحدة بالنص من الوردة. أوكي؟ في أنت عجبتك الخشبات اللي هناك دي وهتعملي زيهم صح؟ آه كتير. وأنا عجبتني فكرتك وهعمل زيك. كتير حلوين. أنت عارفة. حبيتهم كتير. تبادل أفكار. تبادل أفكار. كتير حبيتهم لأنهم سهلين. ومنقدر نعملهم. خليني أجرب أعملهم. تحدي هذا بيني وبينك غدا. وبتعرفي انه هون تحدي بيني وبينك. لا انت شطوره ما شاء الله عليك. ايه هون مستخدمين خشب صح اللوحه، فانت ممكن تعملي هي مجرد انها بتترش بالذهبي وحتعمل لهم في نفس الحبال والحركات. فكتير شكلهم لذيذ. هي بس انه بدي اروح عند نجار ممكن بس يفتح لي محل الحبل. الحبل بس هي فكرتها فعلا كثير بسيطه وكثير كثير بسيطه. اكزاكتلي. خلينا نستعجل شوي عشان يلا خلصنا احنا اكشلي ما ضلش شيء، بس بدنا نحط هدول التنتين ونستناهم طبعا ينشفوا. انتوا بتقدروا تحطوا الاشكال اللي بدكم اياها وبس حطوا وحده بالنص من الورده وهيك احنا بنكون خلصنا النابكن. رائعه. ما احلاها. كثير حلوه. كثير سمبل وما بتاخذ وقت. اعملوا 12 بيكون شكلهم على السفره كثير حلو. شوف الديتيلز الصغيره والتفاصيل الصغيره اللي ممكن تكون موجوده على قطع، موجوده على مائده الطعام. برضه بحس بتعطي فخامه اكثر للطاوله، شكل احلى للطاوله. اكزاكتلي. والتفاصيل الصغيره بالاخير هي فعلا مهمه على مائده الطعام. بالضبط. وحطوا هيك النابكن بكل بساطه، ما بدها حتى كثير شغل. حطوا هيك النابكنز يا اما الورق يا اما القماش. ممتاز والله هي فكره رائعه. شكرا كثير لك فيه. ثانك يو نين. وشكرا على تواجدك معنا مع افكارك اللذيذه كل يوم خميس. بدنا ناكل الخميس الجاي اكيد. شوف اكيد.